بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم رح نحكي عن إيش؟ آخر محاضرة للدكتور يوسف اللي هي الفارماكوديناميك بارت 3. تمام؟ بسم الله نبدأ وعلى بركة الله. هلا بحكي لي، ذكروا لما حكينا في عندي جريد الدوز وفي عندي كوانتال دوز. تمام، اليوم شرحنا اغلبه عن الكوانتال دوز. فبحكي لي عندي الكوانتال دوز ريسبونس ريليشن شيب ذا انفلوينس. طبعا احنا اتفقنا انه الكوانتال هاي بعملها لما بكون دائما على بوبوليشن. هلا خلينا قبل ما ندخل بموضوع البوبوليشن، هيك شو بميز لي انا الكوانتال؟ الكوانتال انا بحدد الريسبونس اللي بدي اياها وبشوف قديش حدا استجاب عليها. يعني مثلا انا بحكي بدي زي ما حكى الدكتور مثلا يعني مقدار اخفض مثلا 20 بيت، ماشي؟ يعني 20 نبضة، حد عنده تاكي كارديا بدي انا اخفض عدد نبضات قلبه مثلا بمقدار 20 يعني ضربة او نبضة ضربة في كل مثلا دقيقة. هذا المقدار انا بدي اخفضه، يعني الارقام هذا الضبطات مع بعض. المهم، فالفكرة انه انا بحكي مثلا انا هدفي بدي 20، ماشي؟ فرحت على 15 شخص، قديش حدا منهم عطاني الهدف اللي انا بدي اياه؟ يا يا لا، يا وصل لعند العشرين نبضة مثلا او ما يعني شو ما يكون، او لا او لا، ماشي؟ فهي الفكرة. مثلا بعد هيك بحكي انا بدي الهدف الثاني انه تكون 30 بيت، فبروح بشوف اوادم عدد ثاني من الناس، قديش الناس منهم كان وقديش الناس منهم كان ايش لا. فانا هاي ما بقدر اشوفها على شخص، بشوفها على population. وهنا ببلش من الهدف، بحدد قديش انا بدي وببلش منه. تمام، هاي هي الفكره. مثلا الجريدد دوز، انا بشوف الشخص وشو الدرج، وبشوف بعدين انا بعد ما انا اعطيه درج بستنى شو الريسبونس وبسجله. هنا لا، انا من البدايه بحط النتيجه وبشوف مين راح يحقق النتيجه. فانا هون ببلش من النتيجه، الجريدد دوز ببلش من اللي راح يعطيني النتيجه، اللي هو انه انا اشوف الدواء وبشوف شو يعطيني النتيجه. حسب شو النتيجه، شو ما تكون النتيجه بسجلها. هون لا، نتيجه معينه بشوف الاشخاص اللي وصلوا لهي النتيجه، اللي ما وصلوا ما بسجلهم فين او بستثنيهم. تمام، هلا the fluence of the magnitude of the dose on the proportion of a population that respond. مثل ما حكينا عندي قديش الناس اللي استجابوا لي، هاي الناس قديش كمية ال population اللي عطوني respond معينة. These responses are known as quantile response. تمام، إذا هذولا هذا الشيء مثل اللي هو العنوان تبعنا اللي هو دقيقة quantile response. تمام، because for any individual the effect either occur، يعني اللي هي جملة الدكتور يا لا يا occur يا مش occur. اوكي تمام، هلا the desired response is either، هلا بحكي انه الهاي response قد تكون ايش، في عندي specified in amount on or magnitude. كيف يعني increase in heart rate، هاي 20 beats لكل minute by a drug that stimulate the heart، ماشي؟ انا جيت بدي انا حدا عنده هون العكس مش تكي كارديا بريدي كارديا، فبدي انا الهدفي انه شو، اني انا ازيد عدد الهارت بيت بمقدار 20 بيتس فور مينيت، ماشي؟ فبجيب عن طريق اني بجيب دراج بعمل لي ستيميليشن للهارت. If the recorded response in any individual show this amount or more, then this regarded as positive response. Otherwise, the response is negative. يعني أنا مثل ما حكينا جبت 20 مثلاً أو 20 patient، تمام؟ 10 مثلاً منهم استجابوا لي، ماشي؟ 5 ممكن ما يستجيبوا لي، ماشي؟ فالفكرة هنا إنه في عندي إشي اسمه البوزيتيف ريسبونس، إذا حققوا لي الهدف اللي هو العشرين بيت بكونوا هذولا بوزيتيف ريسبونس. هلا otherwise the response is negative، هاي مهمة. إيش معناها؟ هلا في ناس ما راح يعمل عندهم إشي، ماشي؟ فهذول بكونوا إيش اسمهم النيجاتيف ريسبونس، اللي يعطوني اللي رسبوا لي بالامتحان، اللي أعطوني نتيجة عكسية. دقيقة بالله. تمام، فهون عندي حكينا الريسبونس شو بتكون، تكون عندي نيجاتيف، هذول الناس اللي ما بيستجيبوا لي مع الدواء. طبعا في بعض الادويه والحالات
مش بس ما بستجيب وبعطيني اثر عكسي، يعني بفاجئني بردة الفعل، بعطيني شيء يعني عكس الشيء ماشي. فسواء انه اعطاني اثر عكسي او انه ما اعطاني اي اثر، هاي اسمها نيجاتيف ريسبونس. اذا اعطاني الاستجابه اللي انا بدي اياها، هاي هي البوزيتيف ريسبونس. اول اور نون ريسبونس حكينا، يا اي لا، هاي الاول اور نون ريسبونس، يا اي لا. death prevention of الابيليبتيك، شو هاي، لا اله الا الله، سيزورز prevention of cardiac arrhythmia. شو القصة هون؟ دقيقة. تمام. اللهم صل على محمد. بحكي لي هان اكزامبل ماشي، انا عندي اكزامبل، يا بكون في عندي death او بيكون عندي، اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن يكون عندي مثلا يعمل لي بريفنشن من الكارديك اريثميا، تمام، ممكن يكون عندي الريسبونس اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد نوبات صرع مثلا، يمنعني من نوبات الصرع، تمام. ف هاي الاشياء كلها هي الريسبونس انا بقيس، يعني بحكي هل مثلا الكارديك اريثميا زي مثلا قبل شوي مثلا دقات القلب انا قديش بدي اياها، يا اي لا هيك مثلا، صار معه صرع ما صار معه صرع، مات ما مات، وهيك تمام. بس خليني اشوف لكم هاي كيف اللهم صل على محمد تلتفظ. المهم for most drug that does require to produce دقيقة خلينا هاي كيف تلتفظ هاي epileptic seizures. المهم تمام، فهي معناتها نوبات صرع، انه صار معنا نوبات او ان انا منعت عنه نوبات صرع او لا، تمام. هلا بحكي لي for most drug the dose required to produce a specified quantal effect in individual are ايش log normally distributed ماشي. هسا رح نشرحها هون. A frequency distribution of such responses plotted against the log of the dose produced اللي هي هاي الجوسيان normal curve variation. شو القصة؟ أنا هاي عندي هون الدوز، هون عندي عدد البيشنت اللي أعطوني ريسبونس، تمام؟ كان عندي الدوز مثلا كذا، استجاب عندي مثلا 3، زدت الدوز 2 صاروا مثلا 8، زدت الدوز 3 قديش الناس اللي أعطوني استجابة؟ صاروا مثلا 18، تمام؟ هلا ليش الكيرف لحد معين بصير ينزل؟ لانه مثل ما حكينا في بعض الاشياء اذا يعني لما ازيد عند الحد معين بصير يعطيني الاثر عكسي، او بصير يعني يعطيني ممكن توكسيتي يسبب لي ممكن ما يستجيب الجسم عليه، تمام. فهو هاي يعني تقريبا هون كاني بحكي هذا اكثر دوز انا ممكن اعطيه يكون افيشنت، يكون فعال، يكون ما شاء الله عليه ماشي. فنحفظ كيف شكل الكيرف هون راح يكون عندي، تمام. فهنا بقول لي قديش المينيمم دوز ات ويتش ايش بيشنت ريسبوند وذ ا ديزايرد اوت كم، يعني انا شو الاوت كم اللي انا بدي اياها اللي ثبت عندها، وقديش الدوز اللي لازم اعطيه منشان قديش اقل دوز ممكن اعطيه منشان يستجيب عندي اكبر عدد من الناس، تمام. المين هون عندي المين ماشي، والهاي الستاندرد ديفيشن وان ستاندرد، يعني هون زي تذكروا كان هون المين وبعدين من هون يمين وشمال وان ستاندرد ديفيشن، بعدين اثنين ستاندرد ديفيشن على بعد الوان ستاندرد ديفيشن بعدك 3 وهكذا. طيب هلا هون الحكي المهم بحكي لي انه when these responses are summated، يعني بعد هيك هاي الاستجابات بصيروا يجمعوها ماشي، بعطيني اللي هو الكوميوليتيف يعني ناتج جمعهم، يعني الاشخاص اللي هون واللي هون بنجمعوا بصيروا هيك مثلا، هذولا بروحوا بجمعوا هذا وهذا بصير هيك، بردوا بجمعوهم مع ابو الثلاثة مثلا هيك، مع ابو الاربعة او هيك 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 هيك، بعطيني هذا اسمه الكوميوليتيف. هيا بحكي لي انه when these responses are summated the result cumulative frequency distribution، هاي الريزلت بتكون عندي constitute a quantal dose effect. مثل ما حكينا انه الكوميوليتيف هاي وين بتكون؟ بس عندي على الكوانتال، ما راح الاقيها في حاله الجريدد دوز اوف دقيقة curve of the proportion or percentage of individual who exhibit the effect plotted as a function of large dose. مثل ما حكينا اللي اعطاني استجابة فهيهم هاي تبعون مثلا الواحد اللي اعطتهم دوز كذا، تبعون الواحد ونص، هاي تبعون مثلا اثنين ونص، فصرت اني انا اجمع ليه احكي ليش.
لانه اللهم صل على سيدنا محمد. انا اذا اعطيت مثلا واحد عيار مثلا واحد مثلا ملي جرام ماشي، واعطاني ريسبونس، هذا شخص من المتوقع اذا انا اعطيته 2 ملي جرام يعطيني ريسبونس. فليك انا لما اعطي 2 ملي جرام، مش بس الناس اللي عملت عليهم تجربه 2 ملي جرام، لا برضه بيتبع لهم الناس تبعون الواحد ملي جرام. تمام؟ زي كيف؟ زي انا مثلا في واحد بعرف انه يعني كويس ومنيح وما شاء الله عليه ما شاء الله عليه وبمون عليه. تمام؟ واحد زنخ مش منيح، اذا رحت على الزنخ واقترحت عليه شغله مثلا، او قلت له تيجي مثلا نطنش المحاضره ونروح نفطر، وحكى لي اه، فانا خلص يعني بتوقع انه خلص انه اذا الزنخ هيك عمل، فكيف صديقي واللي منيح واللي بيمشي معي بهاي الامور هيك مثلا. يعني بعرف انه المثال كثير اهبل ولكن ما علينا. ماشي؟ فبحكي لي مثلا انه 5 ملي جرام 2% منهم ريسبوند، 7 ملي جرام 3% منهم ريسبوند. تمام؟ هلا هون 3% ريسبوند شو؟ اللي هم 2% تبعون ال 5 ملي جرام، وفي 1% هذول ال 1% ما استجابوا لي على ال 5 ملي جرام، استجابوا لي على ال 7 ملي جرام، فهمنا كيف؟ فصار جمع للنسبتين اعطتني الثلاثة، وهيك بطبقها على باقي الموضوع. ايوه هي حاطينها، هي بحكي انه 5 ملي جرام، هلا بقول لي على 7 ملي جرام لا هون بحكي لي انه 7 ملي جرام 3% بس اللي استجابوا، هلا بحكي لي انه انا في 7 ملي جرام ماشي بروح بجمع اللي استجابوا بس على 3 ملي جرام واللي استجابوا على 2 ملي جرام اللي هم بيطلعوا 5، فهمنا كيف؟ يعني انا هون توقعت هاي تكون اللي هي الكوميوليتيف برسنتج، لهي طلعت هاي نسبه ايش؟ بس الاشخاص اللي استجابوا على 7 ملي جرام، واثنين هاي بس الاشخاص اللي استجابوا على 5 ملي جرام، ف7 ملي جرام مش بس الاشخاص اللي استجابوا على نسبتها وعلى نسبه اللي قبلها، فبجمعهم بعطيني 5. ماشي؟ اتمنى ما اكون عجبت الدنيا. هلا الكوانتال دوز افكت كيرف از اوفن كاركترايزد باي، شو بقدر انا اعرف من هاي هذا الكيرف؟ بقدر اعرف ايش اسمه ميديان افكت دوز، يعني هو الدوز اللي 50% من الانديفيديوال اكزيت ذا سبيسيفايد كوانتال افكت، 50% من الناس بعطوني الافكت اللي انا بدي اياه. مصطلح ثاني اللي هو اسمه الميديان توكسيك دوز، اللي هو الدوز ريكوايرد تو برودوس ا بارتيكولار توكسيك افكت ل 50% من الانيمال. يعني شو الدوز اللي انا اذا عطيته 50% من، طبعا ما هون بحكي عن الناس لانه انا ما بخاطر بارواح الناس، مش لعبه ارواح الناس، عرفنا كيف؟ فال 50% من هذول الانيمال صار عندهم لما اعطيت الدوز هذا توكسيك افكت. طبعا توكسيك افكت يعني توكسيك افكت ممكن يعني لها كثير، انه مثلا صار عنده مثلا مشاكل بهذا الحيوان بالجي اي تي، اشياء مختلفه. ماشي؟ هلا المصطلح الثالث اللي هو الميديان ليثل، ليثل دوز، ليثل دائما مع الدث، يعني دائما مرتبطه مع مصطلح الدث، فاللي هو الدوز ريكوايرد تو برودوس ا ديث ان 50% من الانيمال. يعني شو الدوز انا اذا بعطيه 50 نص الحيوانات بتموت. ماشي؟ وهذا يعني بيكون كارثة الدوز، شو نص الحيوانات بتموت. تمام. هلا في عندي المصطلح اللي اسمه سميشن وال البوتنشيشن. ماشي؟ بوتنشيشن، سميشن اند بوتنشيشن. هلا two common type of agonistic drug interaction، هذول نوعين من agonistic drug interaction، هم summation هاي شغلة، والpotentiation هاي شغلة ثانية. هلا شو الفرق بينهم؟ خلينا نفهمهم على الرسمة وبعدين نيجي عليهم حبة حبة. هلا summation أنا أعطيت دواء A أعطاني effect، أعطيت دواء B أعطاني effect، طبعا اثنين بيشتغلوا لي نفس الإفكت، فالنتيجة النت ريزلت النتيجة النهائية بتكون ناتج جمع A مع B. ماشي؟ خلينا أول شيء نفهم السميشن ونشرحها بعدين نروح على السينرجيزم. فالسميشن وين تو دراج وذا سيميلر ميكانيزم، عندهم نفس الميكانيزم بيشتغلوا لي نفس الميكانيزم are given together، أعطتهم مع بعض they typically produce ايش؟ additive effect، يعني بجمع الإفكتين مع بعض، بجمع A وبجمع B، بعطوني A زائد B. حلو؟ تمام. ثاني اشي اللي هو البوتنشيشن او السينرجيزم، هذا تمام، هذا بحكي لي is the effect of two drug exceed the sum of of their individual effect. شو يعني؟ انا عندي دواء A اعطاني effect معين، دواء B يكاد يعني يكون الإفكت تبعه اذا اعطته لحاله يعني مش بزيادة،
ايه زائد بي مش ناتج جمع ايه وبي. هنا ايه يعني لما اعطى الدويان مع بعض مش ناتج جمع ايه مع بي، لا على الاغلب هنا بيكون اكبر من الناتج الفعلي، من الناتج الحقيقي او الفعلي، تمام؟ فكانه بحكي واحد يعني كانه بحكي تحفزوا فاعطوني ريزلت اكبر من مما هو متوقع لو تم اعطائهم كل واحد على حده. ف يا ساتر تمام. فبحكي لي انا هون ايش، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد، بحكي لي هون ايش انه البوتنشيشن requires that the drug act at a different receptor او effector system. يعني من شرط مشان انا يكون عندي potentiation انهم يكونوا بيشتغلوا لي على ريسبتورات مختلفة، ماشي؟ و يعني effector system والسيستم او signaling اللي بعدين راح يعطوني اياها والمسار يكون برضو different one، ماشي؟ فيا ريسبتورات مختلفة او الافكتور سيستم يكون مختلف، ماشي؟ هل المثال هلا راح يوضح لنا الفكره. بحكي لي هون الاكزامبل كالتالي: example of potentiation would be the increase in the beneficial effect noted in the treatment of AIDS. الايدز بيعالجوه عن طريق البوتنشيشن افكت او هاي الطريقه، عن طريق انهم بعطوا ثيرابي، هذا الثيرابي بيكون كومبينيشن اللي هي الاي زائد بي، هاي اسمها هي الكومبينيشن نفسها، ماشي؟ من الاي زي تي اللي هي النيوكليوسايد انالوج ذات انهبيت الاتش اي في ريفرس ترانسكريبتيز، وايش اللي هو البروتييز انهبيتور اللي هو البروتييز اكتيفيتي از امبورتنت فور فايرال ريبليكيشن، تمام؟ تمام. لهيك انا لما بعطي البروتييز انهبيتور وبعطي يعني انا كيف عن بروتييز انهبيتور، هلا في عندي شيء اسمه بروتييز، هذا البروتييز مهم للريبليكيشن، فانا كاني الفايرال ريبليكيشن حطمتها، والاي زي تي هي انهبيت يعني هذا الدواء بيعمل انهبيشن لعمليه الترانسكريبتيز تبعت الاتش اي في، تمام؟ فهي عملتها مع بعض. فلما بعطي هذول الدويين مع بعض فانا بمنع الفيروس من انه يصير له ريبليكيشن وريفرس ترانسكريبتيز، بيكون تأثيرهم مع بعض أقوى من لو أنا أعطيت كل واحد تأثيره لحال. فهذا هو الساينرجيزم أو البوتنشيشن، تمام؟ تمام. إيه اللهم صل على سيدنا محمد. يلا خلينا نكمل. هلا البريدكشن اوف دراج سيفتي ان مان. هلا في عندي مصطلح انا من خلاله بقدر انا اتوقع قديش السيفتي اللي حتكون عند الاشخاص. This may be obtained from knowledge of شيء اسمه therapeutic index لا الدراج، يعني المجال العلاجي او قديش انا النسبه العلاجيه اللي راح احصل عليها. خلينا نركز هون. The ratio of the dose that produce toxicity يعني الثيرابيوتيك اندكس يحسب بالقانون التالي: قديش نسبه الناس اللي انا لو اعطيهم هذا الدواء انه 50% منهم راح يكونوا توكسيسيتي على دقيقه اللهم صل على محمد produce toxicity to the dose للدوز اللي رح يعطيني clinically desired or effective response، رح يعطيني response أنا بدي إياها في population أو individual. يعني قديش نسبة toxicity على قديش نسبة النتيجة المرغوبة اللي أنا بدي إياها. فهي TD50 the drug dose that produce a toxic effect in half of the population، مثل ما قلنا نص الناس راح يتسمموا، مع انه هون المفروض عندكم حيوانات، المهم نص الناس راح يتسمموا. وهنا ال ED50 الدراج دوز ذات برودوس ثيرابيوتيك افكت، كاني شوي سريعه معلش سامحوني، ان هاف ذا بوبوليشن لنص الناس تعطيني اللي هو الثيرابيوتيك افكت الاثر العلاجي. هلا لارجر فاليو انديكيت ا وايد مارجن بتوين دوز ذات ار افكتيف اند دوز ذات ار توكسيك، تمام؟ يعني بحكي لي انه كل ما كانت القيمه اعلى هاي بتوضح لي انه في عندي لا يعني مساحه كبيره ما بين الافكتيف دوز والتوكسيك دوز، يعني في عندي مجال. كيف عندي مجال؟ يعني كاني بحكي عندي اللي هو هاي تبعت الويندو، اللارج ويندو. شو اللارج ويندو؟ هلا راح نحكي كمان سلايدين يعني حبه حبه، تمام؟ شرحنا تمام. هلا this is determined by measuring the frequency of desired response والtoxic response at various doses of drug. يعني هاي كيف انا بطلع ال TI، مش احنا قلنا قانون عندي التوكسيك وال desired response
بقسم التوكسيك ريسبونس على الديزيرد ريسبونس على دوز معين اللي هو الفيروس دوز الانام دوز اللي حكينا هيعطيني 50% من الافكت ماشي راح يعطيني ايش اللي هو الثيرابيوتيك اندكس ان هيومن ذا ثيرابيوتيك اندكس اوف دراج از ديترماين يوزنج دراج ترايلز بروح بعمل تجارب اند اكيوميليتد كلينيكال اكسبيرينس ويعني خبرات اللي انا بحصلها في المجال الكلينيكال يعني ذيس يوجوالي reveal a range of effective dose and different sometime overlapping range of toxic dose يعني هذا على الاغلب بخليني انا احصل على شو انا الدوزات اللي راح تعطيني اللي هي الافكتيف دوز بحصل على الافكتيف دوز ومرات الافكتيف دوز بكون بتعارض لي مع شو اللهم صل على سيدنا محمد بكون متداخل في بعض الاحيان مع الجرعات السامه وهي المصطلح لما يكون الافكتيف دوز عامل لي اوفرلابنج مع التوكسيك دوز ايش اسمها اللي هي النارو ويندو طبعا انت تقول شو مالها راف هاي لها ساعتين بلشان يلتي في الشبابيك مره وايد ويندو مره نارو هلا رح نحكيها هون هاي الشبابيكنا هاي الشباك الاصفر هذا ماشي فلما يكون في عندي اوفرلابنج بكون عندي نارو ويندو هلا ذا كونسنتريشن رينج over which a drug produce its therapeutic effect is known as a therapeutic window هاي حكينا عنه ماشي الرينج اللي انا بحكي فيه اسمه therapeutic window اللي راح من خلاله انا بقدر احصل على therapeutic effect هلا ممكن يكون therapeutic effect هذا اذا كان الويندو ضيق انه يعمل لي overlapping مع ايش مع toxic effect اللي هي الفقره او اللي هي هذول السطرين ماشي اوكي هلا اللهم صل على سيدنا محمد هذول هم تمام خلينا نشرح كل معنى على حده اللهم صل على سيدنا محمد تمام هلا هنا مثل ما بنلاحظ انا عندي الافكتيف دوز ممكن انا اعطي هذا الدوز يعطيني افكت 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 ولكن لحد معين بصير يعطيني شيء اسمه خلينا نزهري بصير يعطيني شيء اللي هو الاوفرلابنج مع ايش من هاي المنطقه هاي المنطقه هيها ماشي هاي اوفرلاب بين الافكتيف دوز والتوكسيك دوز تمام فبصفي عندي انا بصفي عندي ركزوا معي بصفي عندي انا هاي المنطقه قلنا فيها اوفرلابنج الخط الاخضر اللي هو الايش الثيرابيوتيك او الخط الاخضر اللي هو الديزايرد انا يعني الافكتيف دوز الاحمر الان وونتد ادفيرس افكت اللي هو التوكسيك دوز او يعني انا السايد افكت اللي انا ما بدي اياه شوفوا قديش عندي المساحه بينهم او قديش كيف الاوفرلابنج بينهم فشو هذا يعني بعطيني نتيجه هلا المساحه اللي ظلت هون هي هاي الخضره هاي ماشي شوفوا قديش قليله هاي المجال اللي انا من خلاله بقدر اني احصل على ثيرابيوتيك افكت without ايش giving a unwanted adverse effect فالويندو هون عندي يا دوب صغير فانا محدد في رينج قليل هو اللي بيعطيني اللهم صل على محمد ثيرابيوتيك افكت بدون ما يعطيني unwanted adverse effect نيجي هون خلينا نعمل هذولا اللي فيهم overlapping ماشي دقيقة هذولا اللي فيهم overlapping ماشي وهنا عندي اللي ما فيه overlap هنا عندي اللي ما فيه دقيقة قاعدة بلونها هون عندي اللي ما فيه اوفرلاب فشوفوا قديش انا عندي وايد رينج عندي مساحه من الدوز اللي انا ممكن اعطيه ويعطيني ثيرابيوتيك افكت من دون ما انه يعطيني الانوانتد ادفيرس افكت فين الفرق فهذا اسمه نارو ويندو وهون اسمه وايد ويندو اتوقع ماشي ففهمنا الفكره هلا رح نفهمها اكثر مع الشرح when the therapeutic index is low لما يكون therapeutic index is low it is possible to have a range of concentration where the effective and toxic response بصير عندي overlapping هاي منطقة overlapping هي ماخذ نص الاشي يعني ماخذ اغلب الدوزز يعني كبيرة على شغلها ولكن في ملحوظة مهمة حكاها الدكتور انه على الاغلب الادويه اللي هي بتكون potent more potent than other drug هي بتكون عندها اللي هو النارو ثيرابيوتيك ويندو ليه لانه اي يعني جرعه بسيطه ماشي راح يسبب عندي افكت عالي ف
فراح اكون انا مقيده بجرعه معينه، ما بقدر اخربط هون، ما بقدر اعطي دوز على شوي حسبب عندي unwanted adverse effect. هون بكون في عندي من نوع ما مجال للخربطه، ممكن في مجال اذا اعطيته دوز اكبر انه والله يمشي معاه فل الفل وما يعطيه اي adverse effect. تمام. الـ agent with low therapeutic index are those drug for اللي هم البيو افيلابيلتي اللي حكينا عنهم اصلا. الدكتور حكاها البيو افيلابيلتي هي مرادفة لمصطلح البوتنت، يعني كأني بحكي بوتنت. تمام، نفس البيو افيلابيلتي critically alter the therapeutic effect. فبكون الموضوع يعني therapeutic effect اشي critically، يعني اشي حرج دقيق مش قادر انا اتحكم فيه بصورة سهلة. ماشي. هلا when therapeutic index is large، هون عندي therapeutic index is large it is safe، بكون آمن. يعني حتى لو أنا خربطت أعطيت جرعة شوي زيادة ما رح يعطيني فورا ال unwanted adverse effect إلا إذا أنا جبت العيد زي ما بحكوا عجكت الدنيا. ماشي. فهو بكون safe و common to give dose in the excess، يعني عادي إن أنا أعطيه بصورة شوي أكثر من المعتادة، often about tenfold excess. ماشي، يعني ممكن نوصل لعشر أضعاف وكون عادي انه اموري طبيعية. That which is minimally required to achieve the desired response. In this case the bioavailability بتاعت الدوز not critically alter the therapeutic effect. يعني هون البيوافيلابيلتي اللي هي البوتنسي وهي الاشياء مش كثير بتأثر لي على ما كثير باخذها بعين الاعتبار. ماشي، في الافكت اللي انا رح اعطيه ما بتكون امور دقيقة وحرجة. هلا عندي هون بحكي لي عندي السبيسيفيتي والسيلكتيفيتي، لازم نميز الفرق ما بين كل مصطلح بينهم. اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. هلا السبيسيفيتي معناها if a drug has one effect، طبعا من هلا نتفق الادويه السبيسيفيتي اللي بتمتاز بها الخاصيه عددها صفر، ما في دواء ما بعطيه سايد افكت. ماشي، ولكن في دواء سيلكتيف. ماشي، هاي يعني مختلفه عن الفكره اللي قبلها. فالسبيسيفيتي if a drug has one effect and only one effect on all biological system، يعني بس عنده effect واحد من كل البيولوجيكال سيستم، it poses the اللي هو اللهم صل على محمد البروبريتي اوف السبيسيفيتي. هون بقدر بحكي عنه انت عيني وعلى راسي انت سبيسيفيك. اوكي، اللهم صل على سيدنا محمد. تمام، ولكن السلكتيفيتي مختلفة. شو السلكتيفيتي؟ بحكي لك التالي. In experience the vast majority of drugs are selective، اغلب الادوية هي عبارة عن selective drug rather than specific. ماشي، this is the case because most drug will act on one more than one receptor site once they reach an اللي هي appropriately high concentration. يعني ليش؟ لانه اغلب الادوية بس توصلي لعند concentration عالي رح تعطيني اكثر من استجابة. يعني كيف يعني رح تعطيني اكثر من استجابة؟ يعني رح تشتغل لي على اكثر من receptor. كيف؟ هون شوف الرسمة هاي ما بتتحرك، هي كيف عاملها هيك ما بتتحرك. المهم شوفوا هون في عندي هذا الدواء مش عارف كيف ارفضه، يوهامبين شيء زي هيك. ماشي، اليوهامبين خلينا نحكيها زي هيك، يوهامبين او مش عارف شو. اذا اعطيت دوز معين من هون لهون، اذا اعطيت هذا الدوز بس بيشتغل لي على ايش؟ الالفا 2 ادرينو ريسبتور بلوكج او هاي. ماشي، إذا زدت الدوز هاي دقيقة هلا إذا أنا اشتغلت بهذا الرينج رح يعطيني بس يشتغل لي على الألفا 2. ماشي، إذا زدت الدوز شوفوا كيف رح يصير يشتغل لي على الألفا 2 وشي ثاني معاه اللي هو هاي الـ HT ريسبتور بلوكيد هاي. ماشي، إذا زدت الكونسنتريشن ماشي رح يصير يشتغل لي على ثلاث ريسبتورات، رح يصير يشتغل لي على الالفا 2 ماشي وعلى الاتش 2 هاي هون لهون. ماشي، وعلى ايش؟ الالفا 1 اذا زدتها بعدين بصير على الانستاتيك وهكذا. فكل ما انا اذا الدواء لعند ليفل معين او بلو كونسنتريشن بشتغل لي على ريسبتور، يا ساتر بشتغل لي على ريسبتور واحد. اذا زدت الكونسنتريشن بصير يعني يشتغل لي على ريسبتورات اخرى ما كان يشتغل عليها في اللودوز. لهيك بنحكي الدواء مش سبيسيفيك لريسبتور معين ولكن هو سيلكتيف، بيعرف شو اللي بده يروح عليه، بيعرف شو اللي بده يروح عليه وعارف وجهته منيح.
الاكزامبل هاي حكينا هذا الدواء drug used therapeutically على ايش؟ الالفا 2 ادرينال ريسبتور بلوكر بت ويتش اولسو بلوك ايش؟ ممكن يعمل لي ياثر لي على اللي هو الخمسة اتش تي ريسبتور. هلا اذا شو؟ اذا زاد الكونسنتريشن هنا اذا شو؟ اذا زاد الكونسنتريشن الالفا 1 ادرينال ريسبتور الان ايش شانل المونو امين الاوكسيديز وهاي الاشياء كلها at higher concentration. شو القصة هون؟ بحكي لي انه هاي الادوية كلها هم specific. هيك دكتور شو هم هذول الادوية specific. يعني هذولا specific لاشي معين. ولكن هذول الادوية كلهم ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. specific. ولكن قصة selective. مش specific. selective. بس مش specific. تمام? هذول كلهم بيشتغلوا لي على ايش? على الالفا 2 ادرينال ريسبتور ولكن اذا زاد الكونسنتريشن تبعهم بيشتغلوا لي على تبعت البيتا هاي ال 5 اتش تي ريسبتور ماشي. اللهم صلي على سيدنا محمد. ايش هلا ثيرابيوتيك ويندو اوف سيلكتيف بلوكج اوف الفا ادرينال ريسبتور باي يونجين از شون فيجر. مثل ما حكينا هذا معطيني اللي هو مثال احنا شرحناه بحكي لي نشوفه على الفيجر ماشي. هلا الادفيرس افكت اوف دراج اشوف كم ضايل سلايد يلا قربنا نخلص. الادفيرس افكت اوف دراج هلا بحكي لي ذيز الادفيرس افكت اوف دراج هم الانوانتد او الهارمفول افكت النتائج اللي بتعطيني هي هارمفول افكت وانوانتد ما بدي اياها. بريدكتبل اور دوز ريليتد اور تايب 1 افكت في عندي شيء اسمه اللي هو التايب 1 افكت وبنعرف من خلال محاضره الدكتور محمد سبوع اللي شرحناها امبارح انه في عندي تايب بي افكت تايب اي وتايب بي. التايب اي مثل ما اتفقنا هو بريدكتبل بقدر اتوقعه ودوز ريليتد يعني كل ما زاد الدوز كل ما زادت نسبه انه يصير عندي هارمفول افكت. تمام تمام. هلا بحكي لي عندي سايد اول شيء مصطلح السايد افكت. طبعا مصطلح السايد افكت بيختلف لي عن التوكسيك افكت. هلا رح نشوف شو الفرق بينهم. السايد افكت ذيس اوكيور ات ثيرابيوتيك دوز هاي في الثيرابيوتيك دوز اللي انا بعطيها اوف ادراج ذي ار يوجوالي ماينور يعني تكون قليله ماشي وتعمل ديكريزنج اور ديس ابير اون ريدوسينج دوز يعني مثل ما حكينا لما انا اشتغل على دوز يكون هذا الدوز قليل بقلل نسبه انه يصير في عندي شو انه يكون في عندي سايد افكت معين ماشي or sometime with continued use of drug يعني ممكن اذا انا استخدمت الدواء لفتره طويله خلاص يبطل في عندي ريسبونس لهذا اللي هو الريسبونس السلبي اللي هو السايد افكت السلبي لهذا الدواء يعني ممكن السايد افكت يزول مع الزمن. نعم ممكن ممكن ان انا اقضي على السايد افكت عن طريق اني انا اقلل الدوز بحيث يظل يعطيني ثيرابيوتيك يعني افكت بس بدوز اقل. ممكن اذا قللت الجرعه وظلت تعطيني ثيرابيوتيك افكت برضه اللهم صل على سيدنا محمد هون بكون قضيت نوعا ما على السايد افكت. هلا هذا هو مصطلح السايد افكت. مصطلح التوكسيك افكت ذيس ار ديو تو لارج توكسيك دوز يعني زي مثلا اقول حدا انه اخذ حبات زي انه حدا انتحر مثلا ماشي اخذ لارج توكسيك دوز they are usually serious بكون خطيرين فورا بقولهم على المستشفى ماشي and need stopping drug use فورا بوقف يعني هسا واحد يجاني منتحر باسبرين مثلا بروح بعطيه اسبرين بالعقل يعني بوقف فورا ال use of dose and sometimes supportive treatment to save life. تمام بعطيه فورا علاج مشان ايش انا يعني احمي حياته ماشي مرات بيعملوا له غسيل هاي ال كلوي مش عارفه شو ماشي. طبعا هذا ممكن يكون فانكشنال واستراكشرال تمام التريتمنت هاي ماشي لا هنا شو اللي بحكي لي انه التوكسيك افكت ممكن يكون فانكشنال او في الاستراكشر. في الاستراكشر مثلا انه يسبب لي تشو دمج زي الدمج بالليفر الكدني الهارت والنيرف. الفانكشنال يسبب لي ريسبيراتوري مثلا ديبريشن ياخذ دواء معين يعمل له ديبريشن في الريسبيراتوري سيستم ماشي. فاذا انا عندي نوع التوكسيك افكت يا فانكشنال زي ريسبيراتوري ديبريشن يا ستركشرال زي شو زي تشو دمج لكل من الليفر والكدني والهارت والنيرف والى اخره. طيب ايوه هيو حاكين هون هو الانبريدكتبل او تايب بي رياكشن. طبعا هون عندي تايب اي احنا اخذناها في محاضره دكتور محمد اللي الورفرين مثال عليها ما علينا. هذا الاخطر هنا عندي الاخطر. ليش الاخطر؟ ما شاء الله على الخط
عن جد خد دكتور. المهم الان predictable or type B reaction عندي في تفاعلات الالرجي. شو القصه؟ هلا عندي اللهم صل على سيدنا محمد. الان predictable or type B reaction هو الاخطر. عندي اول شيء الالرجي. الالرجي شو قصتها؟ الالرجي due to activation of immune mechanism by drug. بصير في عندي تحفيز للإميون ميكانيزم عن طريق دواء معين. هذا الدراج بيشتغل لي as إيش as إيش اسمه هاتين to induce the formation of the antibodies by plasma cell or sensitize the T lymphocyte. يعني بيشتغل لي عن طريق إنه بكون لي antibody by the plasma ماشي أو إنه يعمل لي sensitize لل T lymphocyte. هاي الدراج اللي بيشتغله ماشي. فهو هيك بحفز لي الإميون ميكانيزم أو الإميون ريسبونس تمام. هلا الالرجي اليوجوال الالرجيك رياكشن هاف نو دوز ريسبونس ريليشن. ليش احنا اصلا شو بنحكي؟ قاعدين نحكي عن تايب بي اللي هو الرياكشن هو الانبريدكتبل الغير متوقع. فطبيعي انه ما يكون بيعتمد لي على الدوز. لو كان بيعتمد لي على الدوز بكون متوقع انه تعطي الدوز كذا رح يصير ريسبونس كذا، تعطي الدوز كذا رح يصير ريسبونس كذا. فما انه هو انبريدكتبل فطبيعي انه ما يكون بيعتمد لي على الدوز ماشي. هلا تايب في عندي فور مين تايبس. تايب 1 اللي هو الايميديت تايب اللي هو الفوري تقريبا، هذا هو الكومنست تايب. هلا ات از ميديتد باي ايش؟ الاي جي اي انتي بوديز. احنا قلنا بصير في عندي فورميشن اوف ذا انتي بودي عن طريق الدرجات هاي. فلما يصير في عندي فورميشن للانتي بودي زي الاي جي اي بيشبك لي مع الممبرين تبع الماست سيل او الممبرين تبع شو البيزوفيل. فبيجي الدواء اللي هو الاي جي اي الانتي بودي قصدي بيشبك لي مع الممبرين تبع الماست سيل والبيزوفيل اللي موجوده بالبلد. هلا after re exposure and binding to their specific antigen they trigger release of the histamine. الماست سيل ماشي هالخلايا بتفرز لي الهستامين وبالاضافه للهستامين other mediator ماشي. اذا بتفرز لي هستامين and ايش other mediator from granules of this cell. حلو من هون بكون في عندي جرانيولز بطلع منها ماده الهستامين واذر ميدييتور ماشي تمام. هلا اللهم صل على سيدنا محمد. ذس از كوز ايش اسمه الارتيكيريا. هاي الارتيكيريا هاي ان شاء الله كله فتره صح. فكره منها يعني شفتها بتعمل لي شيء انه احمرار بالجلد وهيك، او ممكن يكون سيفير كيس اللي هي انافيلاكتيك شوك يعني صدمة حساسية which is life threatening emergency ممكن تهدد للحياة. فأنا لما أعطي الدواء ما بكون متوقع إنه رح توصل الأمور إنه يصير عنده أنافيلاكتيك شوك، ولكن ممكن بصورة مفاجئة يصير عند الشخص لقبال أنافيلاكتيك شوك تمام. هلا تايب 2 اللي هو ايش؟ سايتوتوكسيك رياكشن ميدييتد باي ايذر الاي جي ام. طبعا لازم نعرف مثلا هنا اللهم صل على سيدنا محمد الايميديت تايب اي جي اي السايتوتوكسيك reaction ايش IgM antibodies in plasma او IgG IgM and IgG تمام that causes tissue damage by fixing the complement and activation the complement cascade زي الهيموليسيز للليفر او الكيدني دامج. شو الفكرة هون؟ دقيقة شوي. اللهم صل على سيدنا محمد. بحكي لي انه هذولا اللهم صل على سيدنا محمد هذولا بيسببوا لي ممكن انه يصير عندي تشو دامج وانا مش عارفه يعني عن طريق انه انا بعطي فيكسينج كومبلمنت اند اكتيفيشن للكومبلمنت كاسكيد. ممكن اني اعمل اكتيفيشن للكومبلمنت او اعطي كومبلمنت معين سبب لي تشو دامج زي مثلا الهيموليسيس. ممكن الهيموليسيس ايش تسبب لي ليفر اور كيدني دامج الهيموليسيس تمام. هلا تايب 3 هو الاميون كومبلكس ميدييتد رياكشن. الاميون كومبلكس ميدييتد رياكشن سيركيوليتنج الاميون كومبلكسز فروم بتوين الانتيجين والاي جي جي antibodies الانتيجين والاي جي جي تمام which become deposited in capillary of the skin joints and kidney ماشي. واللي بصير يعني deposition يعني ترسبة او هيك في الكابيلاري تعاون السكن والجوينتس والكدني. الكلينيكال فيتشر اوكيور افتر ماني دايز. يعني انا هون مش اول ما اعطي الدواء بيصير عندي الاثر السيء اللي انا ما بدي اياه، لا بعد ايام اللي هو زي السيرم سيكنس ماشي. هاي اسمها الاميون كومبلكس ميدييتد رياكشن. هون عندي الديليد سيل ميدييتد رياكشن. ذيز ار ديو تو اكتيفيشن اوف سنسيتايزد لينفوسايت. مش احنا حكينا انه ممكن الدواء يعمل لي التي لينفوسايت مور سنسيتيف
يعمل سنسيتيزيشن يعني لإلها which release their cytokines T lymphocyte بلش تطلع لي بالسيتوكاينز and attract the macrophage to the site that also release the tissue damaging cytokines. تمام؟ يعني أنا بكون عندي هاي T lymphocyte رحت حفزتها راحت طلعت لي cytokines ظل السيتوكاينز راحوا مين فزعوا لي؟ فزعوا لي الماكروفيج يجوا الماكروفيج ماشي؟ الماكروفيج بتحفز لي او هي نفسها بتطلع لي ايش شو اساس هذول اللي طلعوا تمام ايش بيطلع لي ايش اسمه تيشو داميجينج سايتوكاينز تيشو داميجينج سايتوكاينز فهذول بيدمروا لي بيعملوا لي دمج للتيشو انا ما بكون متوقع انه هيك راح يكون الاثر فهمنا كيف تمام اذا انا عندي الايميديت تايب عندي السيتوتوكسيك رياكشن عندي اميون كومبلكس ميديتد وعندي الديليت الديليت تبع التي لينفوسايت الاميون كومبلكس ميديتور تبع الاي جي الاي جي جي واللي بيظهر لي هذا بعد ايام زي السيرم سيكنس السيتوتوكسيك رياكشن اللي هو الاي جي ام والاي جي جي وحكينا هذا بكون انه انا ايش بكون عندي الكومبلمنت حطيت كومبلمنت معين او عملت اكتيفيشن لكومبلمنت زي الهيموليسيس لكل من الليفر والكدني ممكن تسبب لي ليفر اند كدني دامج الله مصعب اسمه محمد الايميديت تايب حكينا هاي لها علاقه بالاي جي اي والهيستامين وانه الانافيلاكتيك شوك ممكن تصير عندي نتيجه ادويه الحساسيه اللي انا بعطيها ماشي تمام هلا في عندي اللي هو هذا المصطلح الايديو ساين كريسي هاي مش عارف كيف ارفضه بالضبط تمام المهم الايديو ساين كريسي هاي ابنورمال دراج reaction due usually to genetic factor يعني هذا سببه هاي اهم شيء genetic factor اسبابها genetic factor affecting tissue enzyme او receptor هاي genetic factor بتاثر لي على الانزيم تشو او على الريسبتورات تمام فبصير في عندي انا الرياكشن الاصل انه ما يصير في عندي ما يعطيني اي رياكشن ولكن due to the genetic factor بياثر لي على التشو انزيم والريسبتور example الهيموليسيس باي السلفانامايد اور الانتي مالاريال دراج ماشي البريماكوين ان بيشنت وذ جينيتيك ديفيشينسي اوف انزيم الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ان ذير ار بي سي يعني مثل الناس اللي انا بعطيهم سلفانامايد ماشي اور اللي هو الانتي مالاريال دراج ماشي برايم اكوين هاي هذول الناس بعطيهم انه بعمل لهم هيموليسيس عن طريق هذول هو الدواء السلفانامايد هاي السلفانامايد والانتي مالاريا الدرج هاي برايمكرون ولكن شو المشكله المشكله ما بكون عندهم جينيتك ديفكت عندهم خلل جيني ما بكون عندهم مثلا الجين المسؤول عن ايش الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز بالار بي سي فبسبب عندي مشكله ماشي هاي اول مثال ثاني مثال resistance to vitamin D or to the oral anticoagulant warfarin في ناس مثلا هم هذول اسمهم poor metabolizer poor metabolizer هذولا ماشي ممكن اعطيهم الوارفارين مثلا ماشي جرعة وارفارين بسيطة تعمل لي bleeding يعني يصير وضعه دمار في ناس ultra rapid metabolizer طبعا هاي النقطة تفهموها من حضرة دكتور محمد الترا رابيد ميتابولايزر هذولا عندهم مقاومه لاني انا اعطيهم انتي كواجلنت وارفارين اذا اعطيتهم بدوز الطبيعي او فيتامين دي لازم اعطيهم دوز عالي كثير مشان يعملوا لي استجابه طيب هلا في عندي السبيشال توكسيسيتي هذولا النوع الخاص اللي هو الجينو توكسيسيتي ليدنج تو ميوتاجينيسيتي زي الالكيليتنج ايجنت في عندي التيراتوجينيسيتي والكارسينوجينيسيتي التيراتوجينيسيتي اللي هو الكونجنتال ديس اوردر يعني الدرج اللي باخذها في الست بتاخذها في فتره البريجننسي ماشي ممكن تسبب لي كونجنتال ديس اوردر هاي اسمها الشيء اللي بتسببه تيراتوجينيسيتي الكارسينوجينيسيتي مي تيك اباوت 2 ييرز مي بي ريليتد تو ميوتاجينيسيتي دائما مصطلح الكارسينوجينيسيتي له علاقه بالتيراتوجينيسيتي وله علاقه بالميوتاجينيسيتي ماشي اذا انا عندي هذول المصطلحات الثلاثه لهم علاقه ببعض ميوتاجينيسيتي تيراتوجينيسيتي وكارسينوجينيسيتي اذا صار عندي ميوتيشن بصير في عندي كونجنتال ديس اوردر بصير عندي اللي هو الكارسينوجينيسيتي ممكن يعني توصل انه تكون خليه اللهم صل على محمد كارسينوجينيسيتي يعني ماشي ها maybe related to mutagenicity but less than is the case with teratogenicity
ماشي، يعني ممكن تكون لها علاقه بالميوتاجنسي، ولكن المصطلح هذا اكثر شيء مربوط مع التراثه. هلا الريبرودكتيف توكسيسيتي اللي هو ريكوردينج للبريجنسي ريت نمبر اوف لايف اور ستيل بيرث اند بوست نيتال جروث، تمام، اللي هي يعني لها علاقه في موضوع الحمل، قديش الريت اوف بريجنسي، قديش عدد الناس اللي انولدوا كانوا وعايشين، البوست نيتال جروث بعد الولاده كيف نموهم وهكذا. هاي اسمها reproductive toxicity، ماشي، إلها علاقة بالpregnancy، ماشي، وشيء البريجنسي، محاضرة الدكتورة إسراء هاي، ماشي. طيب هلا others delayed toxicity. delayed toxicity occurs sometime after stopping the drug. ممكن أنا الدواء إذا وقفت استخدامه يصير عندي toxicity، زي شو؟ زي الأيديو سينكراتيك أبلاستيك أنيميا ديو تو إيش الكلورا كلور أمفينيكول، ماشي، نحفظها هاي. هذا المثال نحفظه، يعني ما بقدر أنا أشرحه لأنه أسماء أدوية وأشياء، ماشي. هلا تمام، اللهم صل على محمد. هاي إيش اللي بصير عندي إذا أنا وقفت الكلورا أمفينيكول؟ هاي الكرونيك توكسيسيتي برولونج يوز أوف دراج. إذا الديليت stopping للدرج، stopping للدرج، هاي delayed. الكرونيك prolonged use of drug زي الكاشينج سيندروم from long term of steroid، إذا بستخدم steroid لمدات طويلة صار عندي هو الكاشينج سيندروم، تمام. في عندي إيش اسمه dependence occur with prolonged use of CNS depressant زي الكحول أو opioids like المورفين، ماشي، إنه أنا يعني هاي يعني كأنه dependence، ماشي، متفرعة من الكرونيك توكسيسيتي، يعني خاصة في سي ان اس ديبريسنت، تمام. فأنا إذا بستخدم السي ان اس ديبريسنت لفترة طويلة زي الكحول أو الأوبويدز لايك المورفين ممكن يسبب عندي نوع من أنواع التوكسيسيتي. طيب آخر سلايد، اللهم صل على سيدنا محمد. adverse effect may be caused by the over extension of same mechanism of action on same target tissue، ماشي، انه انا يصير في عندي over extension of same mechanism of action. دقيقة شوي التليفون، اللهم صل على محمد. هلا بحكي انه adverse effect may cause by، شو اسباب adverse effect، ايش الاسباب اللي ممكن تسبب لي adverse effect. over extension of same mechanism of action on same target tissue زي sedative hyponotic والانتيكواجيلانت والبيتا ادرينال ريسبتور بلوكر، ماشي، انه يعني كيف بدي احكيها هاي، انه يصير في عندي زياده يعني ضغط على نفس الميكانيزم على نفس التارجت تيشو. انا عندي تارجت تيشو ميكانيزم معين صار عندي اوفر اكستنشن عليه، ماشي، زي السيداتيف هايبونوتيك والانتيكواجيلانت والبيتا ادرينال ريسبتور بلوكر. ثاني شيء افكت اون سيم ريسبتور بات ايش تايب بات ان انذر تيشو، يعني ممكن يكون نفس التارجت تشو ونفس ايش نفس الريسبتورات، ممكن يكون نفس الريسبتورات بس على تشو مختلف زي الانتي ماسكولينيك دروج او البيتا بلوكر، ماشي. طب هون بيتا بلوكر هون بيتا ادرينال ريسبتور بلوكر بيختلفوا. افكت اون ديفرنت ريسبتور على ديفرنت ميكانيزم، يعني يا انه بيكون على نفس التشو ونفس الريسبتور، يا انه نفس الريسبتور تشو مختلف، يا انه لا الريسبتور ولا التشو متشابه، ماشي. بس the following group are more susceptible to adverse drug reaction اللي هو الفيتس during، مين الأشخاص أو الناس اللي عندهم أكثر احتمال إنهم يكون عندهم adverse drug reaction؟ الفيتس، الطفل خلال pregnancy، الناس ال elderly patient اللي بخضوع أدوية كثيرة، ماشي، poly pharmacy، ال patient with pre-existing disease المرضى اللي عندهم أصلا أمراض مستويين أصلا، ال patient with genetic enzyme defect in the liver عندهم مشاكل في إنزيمات الليفر اللي هم حكينا عنهم poor metabolizer أو poor oxidizer أو slow acetylator or tissues. وهيك بنكون خلصنا، يعطيكم العافية.